دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد الشريف نقيب الأشراف ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين. والنهاردة هتعقد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ندوة هامة تستضيف فيها الدكتور إبراهيم القادري أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة مولاي إسماعيل بالمملكة المغربية، وذلك في تمام الساعة 11 بمقر الجمعية بمدينة نصر. المحاضرة التي يلقيها المؤرخ المغربي الكبير تأتي بعنوان المدرسة التاريخية المغربية، السياسات، الروافد والاتجاهات. والنهاردة ولعشاق الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، حيث يلتقي بلدية المحلة مع المصري في تمام الساعة 4 عصرا، وفي تمام الساعة 7 يلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، وفي نفس التوقيت يلتقي الجونة مع سيراميكا.